جاستن عزيز ستايل لعيب فكره أعلى من اللي حواليه. أعلى من اللي حواليه. أعلى من اللي حواليه، وده نقطة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب العراقي. جاستن عزيز لو موجود يونس محمود كان يونس يجيب أهدافه وقعد على الكرسي والتليفون. لاعب لاعب متكامل، لاعب له إمكانية، ويمكن أشوفه لاعب الخطر في المنتخب العراقي حاليا رقم واحد صراحة. الكرات للأمام، يعلم بذلك أحمد الحسن، لذلك الرقابة على جستين جماعية. شوف بلوك دفاعي من ثلاثة وهو عنده مهارة اللمسة. بص جاستن بتعبه وبيمينه وبطن القدم وبوش القدم كله شغال، لعيب عالي الجودة الحقيقة. اللاعب جاستن مرعب. يا سلام على المرور وعلى التمريرة، وين التقدم داخل منطقة الجزاء؟ رابطة بالجملة من أجمل ما يقوم جاستن، لمع بين مرة واحدة بمهارة عالية. جاستن يمر بحركة كانت لعب جميلة. يلعب جاستن، جاستن يتخلص من لاعب، يمرر الكرة لبشار. طويلة وأمامية، محاولة الوصول عند جاستن، ياخذ الكرة جاستن مهران، وقف على الكرة. جاستن مهارة وثوق فيه الناس. انطلاقات افضل لاعبي منتخب العراق. بص حضراتكم انتشار جيد من اللاعب، افضل لاعب في اللقاء حتى الان. يا سلام يا سلام على اللمسه. جاستن لاعب الامريكي العراقي هنا على طول. جاستن يرجع تاني. عرف يا سلام على اللمسة.
للأسف نجم ما يكون من جانب جاستين، انطلاقه في الأمام ومحاولة للتقدم للمنتخب العراقي وللبحث عن تمرير. اليمين إلى اليسار جاستين مرة أخرى، جاستين يا سلام يا جاستين، حركة تعجب. محاولة المرور من بين الأقدام يا سلام على المهاري، يتقدم أمامنا. جاسم أميرة ممتاز للغاية، جاسم انتشار جيد الحقيقة. بصوا حضراتكم اللمسة واللعبة، يا سلام على التكتيك، ادي انطلاقة من جديد، تصل عن طريق جاستن ممكن يحطها ناحية الشمال، يمشي بعرض الملعب.
جاستن يلعب الكرة يخلصها الحارس إبراهيم عالمة إلى خارج ملعب الأهرامية. يا لام التسديد صاروخ ضربت في القائم الأيمن ورجعت يا سلام. يقولون لمنتخبهم نعم هسه يجي الأول.